بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء، بكل عبق الزهور وأزكى العطور وبكل غاريد الطيور، بكل الود وبكل الحب نوجه لكم التحية أينما كنتم تتابعون وتشاهدون الشاشة الجميلة لتلفزيون سلطنة عمان في يوم آخر جديد ولقاء متجدد من برنامج قهوة الصباح. نتمنى كل الأمنيات بمشيئة الله أن يكون صباحا مفعما عبقا حاملا لكم كل الخير والسعادة، وأنتم تتابعون وتشاهدون مختلف محطات وفقرات ومتابعات برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. أهلا بالجميع فردا فردا من داخل السلطنة ومن خارجها عبر الشاشة أو من يستمع إلينا عبر الأثير، وصبح بالخير أيضا على ضيوفنا الأكارم، على طاقم البرنامج، وأيضا صبح بالنور على زميلتي حوراء. صباح الخير يا حوراء. صباحك خير سيف، أهلا وسهلا، صباح هادي كقلوبكم الطيبة مشاهدينا الأحبة، وصباح راقي أيضا كعقولكم النيرة، وصباح السعادة ومزين دائما بالسعادة والفرحة والسرور، ومزين أيضا بألوان الوردة الجميلة. جميلة صباحاتكم إن شاء الله تكون جميلة بمتابعتكم الطيبة لنا في برنامج قهوة الصباح. مشاهدينا أيضا لدينا مجموعة من المحطات والفقرات المتنوعة اللي نتمنى أن تنال على إعجابكم ورضاكم. من استديو برنامج قهوة الصباح راح ننتقل مباشرة أيضا إلى زميلنا محمد المهري المتواجد في فندق شيراتون لنقل وقائع فعاليات التواصل والتكامل وتحديات الأسرة في تربية الأبناء وتعزيز القيم والهوية العمانية. صباحك خير محمد وحياك الله معنا. صباح الخير حورة، صباح الخير أيضا سيف وكل المشاهدين، صباحكم توعي أيضا، صباحكم هذا التلاحم وهذا الوئام الأسري. اليوم أحييكم أجمل تحية من هنا من شيراتون مسقط، والحديث عن هذه الثنائية بين غرفة تجارة وصناعة عمان وأيضا اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة. اليوم سيبدأ طبعا أو بدأ ملتقى التواصل والتكامل تحديات الأسرة في تربية الأبناء وتعزيز القيم والهوية العمانية، مناقشة أبعاد الملتقيات التي تعنى بالأسرة العمانية التربوية الاجتماعية الثقافية والاقتصادية. طبعا يرعى هذا الملتقى معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط الموقر، بحضور أيضا معالي وزير التنمية الاجتماعية باعتبار أيضا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة. أكثر من 300 مشارك متواجد في هذا الملتقى، كثير من أوراق العمل التي تطرح. ربما نسمع الآن أيضا المكرمة الدكتورة ريا بن سالم المندرية عضوة مجلس الدولة، وهي أيضا صاحبة الكلمة الأولى اليوم هنا في هذه الحلقة النقاشية، والحديث عن هذه الأسرة العمانية، كيف نحافظ على الأسرة من خلال تربية الأبناء والحفاظ على هذه الهوية العمانية ومجابهة كثير من التحديات، سواء كانت تحديات في التواصل التقني، التواصل الاجتماعي، وأيضا هذا ربما الانشغال أيضا لكثير من الأبناء، وانشغال أيضا الأسرة ربما بالمجال المادي أو الانشغال أيضا في العمل، فهي ربما رغبة أكيدة من هذا الملتقى في أن يكون هناك لحمة أسرية والحفاظ على هذا التلاحم الأسري. أكيد عندنا كثير من الحديث عن هذا الملتقى ولكن من خلال الربط القادم. نعم، شكرا لك محمد، وإن شاء الله راح نرجع لك مرة أخرى لنتعرف أكثر عن هذه الفعالية. إذن شكرا لمحمد، وننتقل ونرجع مباشرة المشاهدين الأحبة إلى أجواء الاستوديو، وهذه المرة نستعرض معكم أبرز المحطات والفكرات اللي راح تكون حاضرة من خلال حلقة اليوم. الوقفة الأولى راح تكون إن شاء الله تعالى مع الملتقى الجغرافي الرابع بجامعة السلطان قابوس. ومحطة الصحافة وكالعادة باقة متنوعة من العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية. في فقرة أشخاص ذوي الإعاقة هذه المرة أيضا تسليط الضوء على ملتقى إبداع البصيرة السادس. وأيضا محطتنا الأخيرة راح تكون فقرة قصة نجاح. هذه أبرز المحطات والفقرات والمتابعات أيضا للحاضرة من خلال حلقة اليوم، نتمنى لكم استفادة طيبة ومتابعة أيضا ومشاهدة شيقة من خلال جملة هذه المحطات. نروح لفاصل نتعرف فيه على حالة الطقس في السلطنة، وبعدها ننتقل بكم إلى الوقفة الحوارية الأولى في برنامجنا، فتابعونا.
صباحكم سعادة مشاهدينا الأحبة وابتسامة جميلة إن شاء الله ما تفارقكم. الحين راح ننتقل إلى فقرتنا الأولى، هي فقرة الصحافة وأهم الأخبار المحلية والعالمية من خلال الصحف اليومية، ونبدأها من جريدة عمان. والخبر الأول يقول: دول المجلس تتابع تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك. أما الخبر الثاني يقول: الحراسي يستقبل مشرف هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. تدشين مشروع قرية واد الصحية بولاية صور. أما الآن رح ننتقل إلى جريدة الوطن، والخبر الأول يقول في جريدة الوطن مشاهدينا الأحبة: منتخبنا يحصد 7 ميداليات ملونة في خليجية أم الألعاب. أما الخبر الثاني: صناعة مسحوق وزيت السمك فرص واعدة للاستثمار. والخبر الأخير في جريدة الوطن: الطيران العماني يحصل على جائزة أفضل سوق حرة على متن الطائرة في الشرق الأوسط لعام 2017. أما الآن رح ننتقل إلى الخبر العالمي، والخبر يقول: تقنية جديدة للطباعة المجسمة باستخدام خامات من الفضاء. عندما يستوطن البشر القمر والمريخ وكواكب الفضاء الأخرى، سوف يحتاجون إلى تصنيع كل احتياجاتهم بدءا من الأدوات الخفيفة حتى المنشآت الضخمة من الموارد المحدودة المتاحة لديهم. ومن هذا المنطلق توصل فريق بحثي من مختبر هندسة الأنسجة وإضافات التصنيع بجامعة نورث ويسترن الأمريكية برئاسة راميل شاه إلى تقنية جديدة تسمح بصناعة هياكل عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من خامات تحاكي الغبار والأتربة التي توجد على سطح القمر والمريخ. هذه كانت كل الأخبار المحلية بالإضافة إلى الخبر العالمي مشاهدين الأحبة، وأيضا نحن متواصلين معاكم في محطات قهوة الصباح. الآن راح ناخذ فاصل، وبعدها إن شاء الله راح نرجع لكم إلى محطتنا الثانية، كونوا معنا. مشاهدينا الأحبة، الآن رح ننتقل مباشرة إلى زميلنا محمد المهري المتواجد في فندق شيراتون لرصد وقائع فعاليات التواصل والتكامل وتحديات الأسرة في تربية الأبناء وتعزيز القيم والهوية العمانية. حياك الله مرة أخرى محمد. مرحبا حورة، مرحبا أيضا للمشاهدين المنضمين أيضا في هذه الساعة.
إلى القهوة حوراء. الجميل أيضا في هذا المنطقة أنه يعنى بالأسرة، ليس بالأسرة فقط، ولكن الجميل أيضا هذا التجاوب من الأسرة العمانية، أكثر من 300 مشارك في هذه القاعة هنا في شيراتون مسقط، والحديث عن الأسرة، الحديث عن التحديات، الحديث أيضا عن وجود كثير من الأطروحات والحلول أيضا من خلال الأبعاد التي ذكرناها في افتتاحية هذا الربط. لكن نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيفتي الدكتورة بدرية بنت ناصر بنت محمد الوهيبية، وهي عضو الفريق العلمي للملتقى. دكتورة بداية صباح الخير. صباح النور، أهلا بكم. دكتورة، نتحدث اليوم عن ملتقى يعنى بالتكامل، يعنى بربما تحقيق منظومة متكاملة بين القطاع العام المسؤول عن الأسرة هنا في السلطنة والقطاع المجتمعي، فبالتالي منظومة متكاملة. ما أهمية هذا الملتقى؟ ما أهمية هذا الملتقى أيضا في هذه الفترة بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نظمت لجنة وطنية لشؤون الأسرة هذا الملتقى، ملتقى التواصل والتكامل، لمعرفة تحديات الأسرة في تربية أبنائهم وتعزيز القيم والهوية العمانية. طبعا في ظل المتغيرات الحديثة وظل في ظل الانفتاح على العالم الآخر وتبادل الثقافات، تحتاج الأسرة إلى كثير من التركيز في تربية أبنائهم. فيعني ارتأت اللجنة إلى إيجاد رؤية واضحة محددة تكاملية مع القطاعات الأخرى كالقطاع الخاص والقطاع وقطاع المجتمع المدني. هذه الرؤية أرادت أن توحد هذه التحديات في قالب، يعني قالب واضح للأسرة بالذات. طبعا هذه من أهم هذه التحديات ترجع إلى أبعاد اقتصادية، ومنها أبعاد اجتماعية، ومنها أبعاد ثقافية كذلك. فأرادت أن تركز على أهم هذه التحديات وتضعها في هذا القالب، بالتالي تخرج بنتائج وتوصيات تركز على معالجة هذه التحديات. لذلك يأتي من أهم أهداف ملتقى التواصل والتكامل، كما هو معلوم، التواصل مع المجتمع والتكامل في علاج هذه المحاور التي ذكرناها. فنحن نريد نعرف الأسرة والمجتمع المشارك معنا، طبعا عندنا في حدود تقريبا 400 مشارك في هذا الملتقى، ما هي أهم التغييرات التي طرأت في الأسرة المعاصرة، وماذا تحتاج هذه الأسرة المعاصرة من بعض المهارات في معالجة بعض القضايا، قضايا أبنائهم. الشيء الآخر، نريد أن نبرز دور بعض المؤسسات ذات الصلة بالأسرة، كدائرة مثلا الاستشارات الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك دائرة شؤون الأحداث، وما هي الصعوبات التي تواجهها. كذلك نريد إيجاد رؤية تكاملية في علاج هذه القضايا وهذه الأبعاد بالتعاون والتشارك مع القطاعات الأخرى. طيب دكتورة، اليوم نتحدث عن ليس فقط إيجاد مثل ما ذكرتي آليات وسبل، أيضا ربما تحقق تكامل في أو إطار منظومة متكاملة في تحديات الأسرة في تربية الأبناء وتعزيز القيم، ولكن اليوم نحن أيضا مطالبين يعني ربما اليوم أكثر من أي وقت آخر في أن نحافظ على هويتنا العمانية، ربما أيضا من ضمن أهداف المنطقة الحفاظ على هذه الهوية العمانية من خلال الأطفال، من خلال هذا الغرس المفهوم للانتماء للمواطنة، غرس أيضا للالتزام بزيه أيضا الوطن في ظل هذا الانفتاح أيضا على العالم. كيف ممكن أن يوفر الملتقى، ملتقى التواصل والتكامل، هذه الأرضية الخصبة للأسرة العمانية في تحقيق الهوية العمانية؟ نعم، في الماضي كانت تربية الآباء لأبنائهم ترتكز على إكسابهم لبعض القيم والمبادئ، ولكن الآن نحن في عالم مثل ما أخبرتك، عالم متغير، في عندنا ثقافات كثيرة، فزاد دور مع إكساب القيم لهذا الأطفال. كذلك يجب على الأب والأم تنقية هذه الثقافات وكيفية إيصال هذه الثقافات إلى الأبناء بطرق الحوار، اكتساب الآباء، أهمية اكتساب الآباء لمهارات الحوار ومهارات تربية الأبناء، إدارة المعرفة. كذلك على الآباء التعلم الكثير في مجال تربية الأبناء والتحديات التي تواجههم، فبيدهم هم هذه الحلول. فنحن نعيش في عالم متغير من كل النواحي، متغير ثقافيا، متغير اجتماعيا، عمريا، كل هذه المتغيرات لها أثر في سلوك أبنائنا. لذلك يجب أن نتعرف على هذا العالم
العالم متغير قبل أن يعرفه أبناءنا، وحتى نكون في نواجه صراع الأجيال. هناك صراع دائم ومستمر بسبب مثل ما أخبرتك هو تبادل الثقافات من المجتمع من المجتمعات الأخرى، فنحن لسنا معزولون عن العالم الآخر، فكيف نتواصل مع هذا العالم إلا بالتقيد بالهوية العمانية، الهوية الوطنية التي هي تتمتع بسمات معينة وخصائص معينة تؤدي إلى انتماء وطني معين، سواء مثل ما قلت أنت في اللبس العماني كيف أن احنا نحافظ عليه، تفكيرنا، محافظتنا على العادات والتقاليد، كلها هذه داخلة في الهوية العمانية. شكرا الدكتورة بدرية بنت ناصر بن محمد الوهيبية عضوة الفريق العلمي للمطقم، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. الله يسلمك، الله يوفق الجميع. طبعا بهذا الحديث الشيق بأمان مع الدكتورة بدرية، وهذا أيضا الطرح لكثير من ربما الفعاليات المصاحبة لهذا الملتقى، هذه التفاصيل المختلفة لا زال ملتقى التواصل والتكامل يتكامل ويتواصل هنا في شيرة المسقط تحت هذه المظلة لغرفة التجارة وصناعة عمان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة. مباشرة إليك حورة في الاستوديو، ولدينا أيضا إن شاء الله لقاء آخر لنتعرف على هذه الأبعاد الاجتماعية من خلال المختص أو أن نأخذ أيضا أحد أولياء الأمور الحاضرين. شكرا لك محمد، وبالفعل إن شاء الله راح نرجع لك مرة أخرى. إذا مشاهدينا الأحبة، محطتنا أيضا الحوارية الثانية في استديو برنامج قهوة الصباح راح تكون عن الأسبوع الجغرافي الرابع في جامعة السلطان قابوس، راح نتعرف أكثر عن هذا الأسبوع وعن أهدافه وأيضا الفعاليات المصاحبة للأسبوع الجغرافي الرابع مع ضيفتنا الكريمة آمنة بنت مبارك الطرشية مشرفة الأسبوع الجغرافي الرابع مجموعة الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا فيك آمنة وصباحك خير. أهلا وسهلا فيك حوراء. أهلا وسهلا فيك سيف، صباح النور. يا مرحبا سهلة آمنة، احنا سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. يعني ما شاء الله مجموعة الجغرافيا من المجموعات الجميلة أيضا والنشيطة دائما كذا في جامعة السلطان قابوس، ويوم بعد يوم أيضا يبهرون كذا ببعض فعالياتهم ومناشطهم اللي يقدموها، يسعون قدر إمكانهم يجيبوا أشياء مميزة وفريدة أيضا يتفردون بها من بين كل المجموعات والجماعات في الجامعة، اللي نوجه لهم كل التحية. مجموعة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وهذه المرة الأسبوع الجغرافي الرابع وتحت شعار جدا جميل ورنان ورائع، فكر محليا واعمل عالميا. أنا أبدأ من هذا المنطلق، ليش اخترت هذا الشعار تحديدا؟ هذا الشعار اولا الاسم الاسبوع الجغرافي الرابع هو جيو ديسكفر ثينك لوكالي اكت جلوبالي بالانجلش، اللي هو مثل ما قلت انت بالعربي ان فكر محليا واعمل بها عالميا، وذلك لان انت لما تتعامل مع الشيء تتعامل معه بشكل محلي لكن تنقله للعالم بشكل يعني عالمي. جميل. في ضوء العولمه الان. نعم. طيب آمنة، لو نتحدث أكثر أيضا عن أهداف هذا الأسبوع، ليش أقمت هذا الأسبوع الجغرافي الرابع؟ يهدف هذا الأسبوع إلى العديد من الأهداف، منها أولا إيضاح يعني توضيح ارتباط الجغرافيا بالمكان، حيث هناك ارتباط وثيق بين الجغرافيا والمكان، حيث كل شيء يجب أن يعني يصبح جغرافيا إذا ارتبط بالمكان. نفس الشيء التوصيل وتزويد الزائرين من مختلف الفئات والفئات والمستهدفة، منها اللي هو عندنا طلاب المدارس وطلاب جامعة السلطان من مختلف الكليات التسع الموجودة في الجامعة، وتزويدهم بالعديد من المدارك والمعارف المختلفة منكهة جغرافية. نعم ممتاز جدا. احنا طبعا نشوف بعض الأشياء الجميلة الموجودة على الشاشة الآن ويتابعها طبعا مختلف المشاهدين. أنا أريد أسألك أيضا يا آمنة، كون الأسبوع هذا في نسخته الرابعة وفإلى جانب الشعار اللي اخترتوه، ما الجديد المضاف والمميز في هذه النسخة؟ المميز لهذه النسخة أن أولا توصيل للناس هي أن الجغرافيا ليست مجرد خريطة وإنما أعلى من هذا الشيء، فمعظم الناس تفهم أن الجغرافيا هي مجرد وصفية وأنها مجرد خريطة، ولكن الجغرافيا غير ذلك، فالجغرافيا تعدت هذا الأمر وأصبحت جغرافيا تطبيقية تحاكي التقنية وتحاكي العالم في وقتنا الحاضر. فالمعرض يحتوي على العديد من الأركان. أول ركن هو
أن ما هي المعتقدات القديمة التي كانت قبل الجغرافيا. منها من يعتقد أن الأرض كانت محمولة على ظهر سلحفاة، منهم من يعتقد أن الأرض محمولة على ظهر ثور وهكذا، ومنهم من يعتقد أن الأرض محمولة على يعني أنها مسطحة. الركن الآخر هو أساطير كثيرة. بعد ذلك أتت الجغرافيا، فالركن يعني الذي يأتي بعده هو الجغرافيا في العصور القديمة والعصور الوسطى. أيضا لكي نوضح أن الجغرافيا ليست وحيدة، وإنما لها علاقة بينية مع العديد من العلوم، منها الطب والهندسة والزراعة والقانون. فعملنا ركن خاص بهذا الشيء، وسميناه بالجغرافيا البينية وعلاقة بهذه العلوم. أيضا لكي لا ننسى الترفيه والتسلية، فهناك الترفيه والتسلية ولكن بنكهة جغرافية. ممتاز. نفس الشيء أن الجغرافيا تحل العديد من المشاكل المعاصرة، منها المدن الذكية، ونفس الشيء هناك العديد من المواضيع، منها البصمة الإيكولوجية والإرهاب البيئي. فهذه المواضيع حديثة في الجغرافيا نتطرق فيها في المعرض، وذلك لنوضح الهدف من هذا المعرض، أنه هو أن الجغرافيا ليست مجرد خريطة وإنما أعلى من هذا الشيء. نعم، يعني هناك في نوع من التسلية، وأيضا في مادة علمية تقدم في هذا المعرض أو في هذا الأسبوع الجغرافي الرابع. طيب، هل اعتمدتوا على طريقة الشرح آمنة، ولا هناك أيضا في مادة أيضا تطبيقية راح تقدموها في المعرض؟ هناك تنويع صراحة في المعرض، فكان الديكور هو الذي يحاكي المادة العلمية، يعني لم نعتمد فقط على الحفظ، وإنما الأشكال الديكور هي التي توصل المعلومة للزائر لكي لا يحس بالملل. أيضا نفس الشيء في تعاون مع مركز ساس، وذلك لعرض ثلاث تطبيقات من التطبيقات التي عملوها التي لها علاقة بالجغرافيا، مثل طبقات الأرض، الزلازل والصخور الرسوبية. وأيضا مركز الوطني للإحصاء لم يقصر معنا، فدعمنا بشاشات تاتش لكي يكون في حركة تفاعلية بين الزائر وبين اللي هو المادة العلمية الموجودة في المعرض. نعم، أنت ذكرتي آمنة المعرض. نعم. ماذا عن الفعاليات والمناشط الأخرى المرافقة والمصاحبة؟ صحيح، هناك بعض الفعاليات المصاحبة لهذا الأسبوع. نعم. منها المسابقة التي ستقوم بها الأخت شريفة، وهي العصر، يعني في وقت العصر. إيش طبيعة المسابقة؟ هذه المسابقة تكون تنافس بين جميع الكليات التسع الموجودة في الجامعة. ممتاز. فاليوم مثلا التنافس بين الكليات العلمية، الغد تنافس بين الكليات الأدبية، بعد ذلك تنافس الكليات الأدبية مع الكليات العلمية. جميل. وذلك نفرز عندنا الفائز في الأمسية. طيب، طبيعة المسابقة إيش بالضبط؟ إيش فكرة المسابقة؟ فكرة المسابقة هو فيه ثلاثة أشياء صراحة، اللي هو التمثيل، الرسم، أسئلة بالرموز. ممتاز. يعني لكنها جغرافية، تكون جغرافية، وذلك على أساس أن نحن نوصل معلومات جغرافية لمختلف الكليات. نعم. طيب أمنة، إلى متى إن شاء الله راح يستمر الملتقى أو الفعالية؟ إلى يوم الخميس ولا؟ لا، هذا الملتقى افتتح اليوم وسيستمر إلى يوم الأربعاء. ومن الساعة كم يبدأ الملتقى؟ يبدأ الملتقى من الساعة 9 وحتى الساعة 4. من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا. نعم. يعني أكيد فعاليات متنوعة، وفي أمسية ختامية لهذا الأسبوع. في أمسية ختامية إن شاء الله يوم الاثنين. يوم الاثنين. حديقة الأندلس. ممتاز، جميل جدا، والدعوة عامة أكيد للجميع. أكيد. لكن أريد أسألك أيضا عن نقطة الفعاليات والمناشط هذه والمعارض والفعاليات. أنا أخص بالذكر اللي هي اللي تقيمها مجموعة الجغرافيا تحديدا. كيف شايف فعلا تفاعل واقبال طلبه وطالبات الجامعه، وتحديدا طلبه وطالبات كليه الاداب والعلوم الاجتماعيه، على حضور مثل هكذا مناشط؟ بصراحه يعني هو بالامس كان منشور، كان في ايميل بالغلط. نعم. في الايميل الجامعي. ممتاز. ان الافتتاح الاسبوع الجغرافي راح يكون بالاحد، فحن يعني استغربنا لما شفنا الناس كلهم على البواب، واصلا احنا بعدنا متجمعين، احنا اصلا بعدنا ما مخلصين يعني لهذا. ففي تفاعل الحمد لله بين الجغرافيا وبين هذا، وهذا يعني يدل على يعني هذا الشيء نستنتجه ايضا من الحسابات. فلما حن ننشر اشياء في كثير تويت، في تفاعل بين الاعضاء، في تفاعل بين نفس الشيء يعني الاعضاء من خارج الجامعه. نعم، يعني ايضا استخدمتوا مواقع التواصل الاجتماعي عشان يتم الترويج لهذه الفعاليه. اكيد، جدا مهم مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك آمنة بنت مبارك الطرشيه، مشرفه الاسبوع الجغرافي الرابع في مجموعه الجغرافيا بجامعه السلطان قابوس. شكرا لك. اذا مشاهدينا الاحبه، نحن متواصلين معكم وننتقل بكم من محطه الى محطه اخرى. الان راح ناخذ فاصل، وبعدها راح نرجع لكم الى محطتنا الثانيه. كونوا معنا. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين العاشرة صباحا. السلطنة تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بالعمل المشترك بين دول المجلس. حوار أكاديمي مجتمعي في جامعة السلطان قابوس حول حقوق الطفل وحماية الطفولة. تطبيق وجهتي يمكن أولياء الأمور من متابعة أبنائهم المكفوفين منذ خروجهم من المنزل وحتى وصولهم إلى وجهتهم. حفاظا على تقاليد وسنن البحر العريقة، وزارة الزراعة والثروة السمكية تطلق المسابقة الأولى لصيد الأسماك. كريدت عمان تحتفل بربع قرن من دعم الصادرات العمانية في أسواق العالم. بعد الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية، الرئيس أردوغان يقول إن الشعب التركي اتخذ قرارا تاريخيا بتأييد التعديل، والمعارضة التركية تشكك بمنزاهة الاستفتاء وتتعهد بالطعن في نتائجه. كوريا الشمالية تحذر من توجيه ضربة نووية ضد الولايات المتحدة إذا تعرضت لاستفزاز. نهاية العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
سمادك للعضوية الصديق للبيئة يتم إنتاجه محلياً بمصنع سماد كلا التابع لحياة للمياه. سماد كلا يتم إنتاجه بمواصفات ومعايير عالية الجودة، مناسب لزراعة جميع أنواع الأشجار والمحاصيل والنباتات المنزلية. حياة للمياه عمان، أكثر اخضراراً وصحة. حياكم من جديد مشاهدين الأحبة، وإن يأخذ الله لينور عيني فقلب العيون وعقل النظر. أنا أقول هالبيت الشعر بناء على الوقفة الحوارية القادمة في برنامجنا، هذه المرة مع ملتقى إبداع البصيرة السادس بجامعة سلطان قابوس. هذه المجموعة أيضا الجميلة اللي دائما تقدم أيضا فعاليات ومناشط متعددة متنوعة، ودائما تسعى إلى جلب المزيد أيضا وتقديم المميز في مختلف فعالياتها ومناشطها. تفاصيل هذا الملتقى راح يكون مع غالب بن علي الزيادي نائب رئيس اللجنة الإعلامية بمجموعة إبداع البصيرة. حياك الله يا غالب، وسعيدين بوجودك اليوم معنا في قهوة الصباح. حياكم الله وتحية صباحية للمشاهدين الكرام. حياك الله معنا. الله ما شاء الله، يعني الفعاليات مكثفة هناك في جامعة السلطان قابوس، وكل فعالية أكيد لها ميزة معينة، راح نتحدث أكثر غالب عن هذا الملتقى. أول شيء ملتقى إبداع البصيرة في موسم السادس تحت شعار تخصصي اختياري، يهدف هذا الملتقى إلى دراسة إمكانيات فتح تخصصات جديدة لذوي الإعاقة البصرية. نعم. يعني كما تعلمون في جامعة سلطان قابوس التخصصات المتاحة هي في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جغرافيا، آداب، اللغة العربية، التاريخ. نعم. وفي هذا الملتقى راح نسلط الضوء على تخصصات ليست أدبية فقط، وإنما تخصصات علمية من كلية الهندسة، من كلية العلوم، الزراعة البحرية. نعم. يعني في إمكانية أنه هناك تخصصات بإمكان الطلبة الموجودين في الجامعة والطالبات من ذوي الإعاقة البصرية بإمكانهم يدرسون فيها وعندهم الإمكانات والقدرات، صحيح؟ نعم. هنا الفكرة؟ أنت وفرت السبل وتيحت الفرصة لهم، فهم قادرين على أن يدرسوا هذه التخصصات. طبعا في تجارب عربية في مجالات علمية نجحت وهم مكفوفين، فما فأين يعني المشكلة لو اتيحت الفرصة لدى ذوي الإعاقة البصرية داخل جامعة السلطان قابوس لدراسة هذه التخصصات. نعم، حلو، ونكون نسلط الضوء على هذا الموضوع وعلى هذه القضية من خلال هذا الملتقى، يعني نسخة بعد نسخة تحمل موضوع معين وقضية معينة تناقشوها، وهذه المرة تخصصي اختياري، صحيح؟ نعم بالضبط. ممتاز. طيب خبرني الحين عن هذا الملتقى بشكل عام، متى الابتداء راح تكون إن شاء الله تعالى، وإيش أبرز الفعاليات والمناشط اللي محضرينها لزوار هذا الملتقى؟ طبعا إبداع البصيرة دائما تعود بالجديد والشيء الفريد منها، وفي هذه المرة تخصصي اختياري. طبعا الافتتاح اليوم بيكون إن شاء الله الساعة 10 الصباح، راح يكون هناك ورشة صناع العمل في ورق عمل لتسليط الضوء مرة أخرى على التخصصات. ستكون حلقات نقاشية مفتوحة، كل شخص يقود بما من خلال خبرته في هذه المجالات. بعد ذلك في معنى المعرض، معرض السفراء، طبعا في مسابقة اسمها مسابقة السفراء اللي هي تسلط الضوء على هذه التخصصات، ومعنا 6 فرق مشاركة في هذه المسابقة. طبعا كل فريق راح يعرض تجربته. ايضا الشيء الفريد في هذا الملتقى وهناك دراسات علميه مركزه على هذه التخصصات، يعني كل فريق قام بدراسات علميه ومركزه، فجميع هذه الدراسات سوف تجمع في كتيب خاص وسيتم تدشينه في الحفل الختامي باذن الله. نعم، انت ما لحقت على الافتتاح طبعا. لا، الافتتاح ما لحقت عليه. طيب غالب، خلينا شوي نتكلم ايضا عن ديكور الفعاليه والمعرض الموجود والمصاحب لهذه الفعاليه. يعني قبل قليل وقبل ان نطلع على الهواء انت ذكرت انه كانت استعداداتكم امس الى الساعه 3 فجرا. نعم. وانتم قاعدين بس تجهزوا المعرض. بالضبط، الديكور شوية متعب لأنه في رسومات، في أشكال، خصوصا على وفق كل فريق مشارك، فأنت تحتاج أنك توازن ما بين الفريق والخلفية اللي راح تكون معه أو الشيء اللي راح يعرضه للزوار. المعرض كبير يحتاج لعمل مكثف، أيضا وش أقول لكم، اللي هو ترتيب المكان من أجل الورشة اللي راح تكون اليوم، لأن الورشة راح تكون مغلقة، يعني بعد الافتتاح راح يغلق المعرض
ويحدد لمدة ساعتين لهذه الورشة. نعم راح تكون هناك في ورشة عمل يعني. نعم في ورشة عمل. إيش راح وش راح يكون المحاور الموجودة في هذه الورشة؟ المحاور راح يطرحوا اللي هي المعوقات اللي تواجه المكفوف في دراسة هذه التخصصات. أيضا راح تكون هناك ممثلين من أكاديميين من هذه التخصصات. طبعا لما يكون معك ممثل أكاديمي من التخصص أكيدنا الرؤية راح تكون أوضح للجميع. صحيح. راح يشرح لهم يعني من تخصص لو قلنا تخصص القانون البسيط الكفيف يحتاج عدة أشياء إحنا ما موفرة داخل الكلية عشان ما نظلم أحد. أحد يقول والله إحنا صعب نفتح المتخصصات لأنه كفيف، بالعكس هو كفيف ولكنه قادر. صحيح. على الإنجاز، قادر على أن يدرس هذه التخصصات. نعم. على طار الديكور، ودائما أنا من خلال زيارتي أيضا للملتقيات السابقة يعني دائما تكون الديكور اللي تقدمه مجموعة إبداع البصيرة يكون مميز ما شاء الله. هذه المرة أنا أريد أسألك عن الأركان الموجودة في هذا المعرض بالتحديد، إيش هي؟ طبعا معنا ركن بيدي إقرأ وهو فريق تطوعي في جامعة السلطان قابوس يختص في مجال تحويل الكتب من صيغه من الكتب الى صيغه الوورد للمكفوفين بعد الى لغه برايل. ايضا معنا اركان اللي هي التخصصات او الفرق المشاركه، وايضا بانوراما البصيره راح يكون في عرض مشاهد. ممتاز. وطبعا ركن الاساس وهو ركن التعريفي بمجموعه ابداع البصيره. نعم. طيب غالب، بما أننا ذكرت أيضا في البداية ما شاء الله هناك في فعاليات جدا كبيرة في جامعة السلطان قابوس، الواحد يمكن ما يلحق يروح لأي فعالية، فأنتوا كيف متوقعين أيضا إقبال الطلبة والطالبات لهذه الفعالية؟ طبعا خلينا نقول نوصل للسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، التفاعل. من خلال تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي إحنا رايحين إن شاء الله إن شاء الله نحصد أكبر عدد من الزوار بإذن الله في معرض إبداع البصيرة. نعم. لكون أن المعرض رايح مثل ما خبرتكم الفرق راح تعرض تجاربها، تعرض اللي هي الإمكانيات المتاحة للكفيف لدراسة هذه التخصصات. نعم. وطبعاً وجهت شو اسمه دعوة للجميع أن يحضر المعرض لأن شغل كبير كان عليه. نعم. هذه لقطات أيضاً من الملتقى إبداع البصيرة الرابع. الرابع. نعم. الرابع. اللي كان يتحدث عن معوقات الكفيف في داخل جامعة داخل الحرم الجامعي وسبل توفيرها إمكانيات أخرى إنه تسهل عليه الحركة داخل الجامعة. طبعاً في كان استضافة معنا ضيوف من خارج السلطنة من دولة الإمارات ودولة البحرين في تخصصات متعددة. وشرح تجاربهم كذلك. جميل. ما هو الجديد والمميز في هذه النسخة؟ الجديد والمميز أنا ذكرته مسبقاً وهو الدراسات العلمية المركزة. يعني متخيل أنت الوضع أن كل فريق المسابقة بدأت من بداية الفصل الخريف، يعني على طول 4 أشهر والحين يمكن 6 أشهر وهم مستمرين على هذه الدراسات. الجديد أن هناك دراسات منهجية مركزة وعلمية على التخصصات التي من الممكن أن تعطى الضوء الأخضر للمكفوفين لدراستها بإذن الله. نعم. مجموعة إبداع البصيرة وحضور أيضا فاعل لإخواننا وأخواتنا من المكفوفين والمكفوفات هناك في الجامعة ومشاركتهم أيضا في هذه المناشط والفعاليات بحضورهم ما شاء الله يشتغل معكم يدا بيد لإنجاح هذا الملتقى وغيره أيضا من الملتقيات والتجمعات هناك في الجامعة. نعم. أنت كطالب إيش يضيف لك هذا الشيء بالإضافة أيضا إلى وجود زملائك هؤلاء؟ إيش الرسالة اللي حاب توجهها في هذا الشأن؟ الشيء يضاف من خلال معيشتي مع المكفوفين داخل الحرم الجامعي هم حياة ثانية أمانة. صحيح أنهم فقدوا نعمة البصر ولكنهم امتلكوا البصيرة. عندما تمتلك البصيرة وتفقد البصر فهناك فرق كبير. الرسالة اللي أحب أن أوجهها إلى من يهمه الأمر، الكفيف قادر على أن يدرس التخصصات مهما توفرت السبل. نحن في عالم متطور، في عالم الفرص متاحة من التكنولوجيا. ممتاز. التي من الممكن وكل فترة تزداد الاختراعات ومن أجل المكفوف، فلماذا لا تتاح الفرصة؟ هنا السؤال، لماذا لا تتاح الفرصة داخل الحرم الجامعي أو بخص الذكر جامعة السلطان قابوس لدراسة التخصصات العلمية أو الأدبي أو التخصص اللي يحب أنه يبدع فيه الكفيف؟ نعم. أتمنى طيب. يعني أتمنى من خلال هذا الملتقى أن الرسالة توصل. طبعا راح نرفع التوصيات والمقترحات إلى أصحاب الشأن وبإذن الله
راح تحقق المراد ولو بعد فترة طويلة إن شاء الله. طيب غالب، نحن لما شاهدنا اللقطات من النسخة الرابعة شاهدنا هناك بالفعل في أوراق عمل من الطلبة وأيضا الأكاديميين عموما الموجودين في جامعة السلطان قابوس، لكن حبيت أسألك هل كان هناك في نتائج أيضا طبقت في النسخ اللي عملتوها لهذا الملتقى؟ طبعا احنا من اول ما نرفع الدراسات والمقترحات راح تاخذ شوط كبير لدراستها مره اخرى. نعم. احنا درسناها من منظورنا كطلاب وفي ورقه في الورشه او كمتخصصين، ولكن من عندما تصل الى الاكاديميين سوف تدرس من جديد، وان شاء الله تكون هذه الدراسات اللي المسبقه والاقتراحات اللي رفعت الى اصحاب الشان أن ترى النور في السنوات القادمة بإذن الله. بإذن الله تعالى. طيب جميل أنه من خلال النسخ الماضية وهذه النسخة أيضا تناقشوا قضايا ومواضيع تختص بالمكفوف. نعم. هناك في الجامعة. أريد أسألك أيضا عن ما الذي محتاج أنه فعلا هذا الكفيف إلى جانب القضية اللي اليوم أنتم تناقشوها هي اختياري تخصصي؟ يحتاج شيء واحد فقط، يحتاج من يأخذ بيده نحو هذا التخصص ويقول له لو مثلا قلنا خميس السلطي، يا خميس السلطي انت بغيت هذا التخصص. سمير خميس نوجه له التحيه ما شاء الله عليه. السلطي طبعا رئيس مجموعه ابداع البصيره، وكان على فكره هو لحد الساعه 3 الفجر موجود معنا في المعرض ما شاء الله عليه. اي نعم، دائما قلبا وقالبا ما يفارقنا في العمل. يا خميس احنا راح نساعدك انك تدرس هذا التخصص، راح نوفر لك اي شيء تحتاج، كل ما تحتاجه من مستلزمات انك انت تدرس هذا التخصص احنا مستعدين. هذا الشيء الوحيد اللي احنا نريده، احنا قادرين ان نعطيهم الفرصه وان شاء الله هم راح ينجحوا في هذا. يعني محتاجين الدعم المعنوي، الدعم المعنوي الكبير ومن يقف معهم. عندما يقف شخص اكاديمي مع طالب فهناك شيء فرق كبير عندما يقف مع زميله. طيب هل هناك يعني في تعاون بينكم انتم في الملتقى وايضا بين المؤسسات الخاصه والحكوميه، ولا لا انتم اعتمدتوا على انفسكم؟ بس لا تعيد السؤال. هل هناك في تعاون بينكم انتم كطلاب وايضا بين المؤسسات الحكوميه والخاصه، ولا انتم اعتمدتوا على انفسكم فقط؟ لا، من ناحيه الدعم مثلا. ايوه ناحيه الدعم. لا في الدعم، في نتيجه للملتقى. في نتيجه في الملتقى حصلنا الحمد لله في دعم من شركات، من اشخاص هم مبادروا بال ولو بالشيء القليل او انهم يحضروا معانا داخل المعرض. وطبعا اوجه تحيه الى بن ناصر عادر المعمري، نفس الشيء كان امس موجود معنا. نعم. ما شاء الله عليه كان يغطي واضاف جو جميل يعني داخل المعرض. جميل. طيب الى جانب تذكرت انه راح تكون ان شاء الله تعالى ضمن فعاليات هذا الملتقى، راح يكون هناك معرض، راح تكون هناك ورشه، راح تكون هناك مسابقه، بالاضافه ايضا الى حفل ختامي، لكن ما خبرتنا تفاصيل ايضا هذا الحفل. الحفل الختامي راح يتم فيه تدشين هذا الكتيب اللي يحتوي على الدراسات، ايضا عرض نتائج مسابقه السفراء للفرق المشاركه والفريق اللي حصل بعد التقييم راح يكون اليوم ان شاء الله الساعه 7:30 المساء. كل فريق راح يعرض على لجنه تحكيم مخصصه من لو قلنا مثلا دراسه القانون من كليه الحقوق. ممتاز. من اصحاب القانون يعني. فالمسي الختامي راح نعرض ايضا اللي هو طبعا كواليس المعرض، الفتره اللي اشتغلنا فيها طوال ايام المعرض. نعم. وراح تكون بالضبط الفعاليه؟ ان شاء الله راح تكون في قاعه المحاضرات 1، وانت جاي من مكتب رئيس الجامعة. نعم. راح تواجهك أول القاعة بإذن الله. نعم. اللي يسأل إن شاء الله تعالى راح يدل، اللي يحب يحضر طبعا الدعوة عامة للجميع لحضور مختلف فعاليات ومناشط ملتقى إبداع البصيرة السادس. كسؤال أخير أيضا حاب أعرف من خلالك وتخبر أيضا المشاهد الكريم عن أبرز الفعاليات الأخرى اللي دائما تكون حاضرة وتنظمها مجموعة إبداع البصيرة بعيدا عن ملتقى إبداع البصيرة السادس. بعيدا عن الملتقى طبعا احنا ملتزمين بخطه عمليه طوال السنه مقسمه بين فصل الخريف وفصل الربيع. طبعا فصل الخريف كان استثنائي من خلال فعاليه عشاء تحت ظلام الدامس اللي كان داخل جامعه السلطان قابوس. وذكرتنا ذكريات لما حضرنا هذا العشاء. اكيد كانت لها طعم خاص الفعاليه، لان حصلنا اقبال كبير خصوصا من جهه الاناث. يعني في اليوم المخصص للاناث كان تقريبا أكثر من 800 طالبة حضرا إلى تناول وجبة العشاء. فمتخيل أنت العدد الكبير والقاعة
ما تستحمل إلا 80 إلى 90، فكان ما بين الممرات وما بين مركز الخدمات كانت القاعة. هذا على إعجابهم بالفكرة. نعم الفكرة فريدة من نوعها، أنت تتناول عشاء وتحت الظلام. نعم. يعني الفكرة شوية جديدة. كانت فكرة مختلفة. فكرة جديدة بالفعل. كانت. ولكن طبقناها بعد ذلك في مطعم إيطالي بريستا كافية في فرع في القرم، وأيضا نفس الشيء لناث كان النصيب الأسد ما شاء الله، الحضور كان كبير. أيضا معها ما كانت في المشاركات خصوصا هذا الفصل أيضا في معرض مسقط الدولي للكتاب. وحصل فريق بيدي يقرأ ممثل لمجموعة إبداع البصيرة بالمركز الأول في المبادرات التطوعية القرائية. جميل، ونحن شاكرين لك تواجدك اليوم معنا غالب علي الزيادي نائب رئيس اللجنة الإعلامية بمجموعة إبداع البصيرة بجامعة السلطان قابوس. موفقين إن شاء الله وأنتم مبدعين بفعالياتكم الرائعة. بإذن الله، شكرا، ووجه تحية ختامية لأعضاء مجموعة إبداع البصيرة على التعب اللي استمر عليه طوال أيام نهاية الأسبوع، وأقول لهم هذا التعب إن شاء الله ما يروح بلاش، وانتظروا النتائج ولو بعد سنوات ولكن سوف تظهر بإذن الله. نعم، ونحن دائما نسعد بهذه الطاقات الشبابية. إذن مشاهدينا الأحبة الآن رح ناخذ فاصل وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم، كونوا معنا. بهدف تمكين المرأة في مجال تقنية المعلومات والتكنولوجيا والوقوف على أبرز التجارب الناجحة في المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة لكل ما يعترض طريق رائدة الأعمال العمانية من تحديات في هذا الجانب، واستعراضا لأهم الجهود والإسهامات المقدمة في هذا الشأن. طبعا شيء حلو وطيب انه احنا يكون عندنا الفعاليه مال جوجل هنا بالسلطنه، لانه كذا يوجه الاعين على السلطنه بطريقه حلوه وايجابيه في عالم التكنولوجي. وطبعا لما يسلط الضوء على المراه يكون اجمل واجمل، لانه هي دائما اللي في هالفتره يعني القضايا اكثر شيء تتبولور او تتمحور حوالينها هي. فوجودها هي في عالم التكنولوجي اتوقع ايضا يساعد بناء المجتمع، تعزيز وجذب المراه انها تدخل في مجال مثل هذا، وتسهيل هذا الموضوع بالنسبة لها جدا جدا مهم. فأنا أشوف مبادرات مثل هذه وفعاليات مثل هذه جدا مهم أنها تصير. نحاول بقدر الإمكان إحنا نستقطب المرأة أنها تدخل في قطاع التكنولوجيا. أقيم في شنغريلا بر القصة ملتقى وومن تك ميكرز التابع لشركة جوجل العالمية تحت رعاية صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي، وبتنظيم من جماعة الحاسب الآلي بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا. والله هذا دور كبير لنا كأول مرة في السلطنة أن نستضيف فعاليات لشركة جوجل هنا، خاصة في مجال التكنولوجيا وخاصة كطلاب في الجامعة الألمانية وتخصص الكمبيوتر. هذا طبعا كان لنا دور كبير كمنظمين في تنظيم فعاليات عديدة كانت قبل هذه الفعالية. كل الفعاليات بتكون تابعة للتكنولوجيا فقط وخاصة لشركة جوجل. استضفنا هذه الفعالية معنا في السلطنة بتنظيم من طلاب الجامعة الألمانية، طلاب جامعة الحاسب الآلي. طبعا هذه الفعالية تفيد المرأة وتمكنها في مجال تقنية المعلومات. تخلل الملتقى مجموعة من أوراق العمل لنساء عمانيات ملهمات، استطعنا أن يسرنا بخطوات ثابتة نحو تحقيق الإنجازات وبمزيد من التطلعات، بالإضافة إلى جلسات النقاش التي أثرت الملتقى مع المشاركة الواسعة والفاعلة من المختصين والمهتمين بهذا القطاع الذي يعد رافدا من روافد الاقتصاد والتنمية في البلاد. نرتقي بالمستوى الصحي للمواطنين والمقيمين من خلال القضاء على أسباب التلوث التي تسببها أنظمة تصريف المياه التقليدية، ونستبدلها بأنظمة التصريف الصحية الحديثة. نساهم في زيادة أعمال التشجير وري المسطحات الخضراء وري الحدائق العامة والمتنزهات وري الميادين الرياضية وملاعب الجولف، ونوفر المياه للاستخدامات الصناعية والمشاريع السياحية والمشاريع التجميلية كالشلالات الصناعية والنوافير. حياة للمياه عمان، أكثر اخضراراً وصحة.
حياكم جديد مشاهدي الأحبة، ويسعد صباحاتكم بكل الخير والسرور. وإلى ربطنا المباشر من أجواء الاستوديو إلى الزميل محمد بن عبد الله المهري الموجود حاليا في فندق شيراتون، وتحديدا في قاعة عمان لنقل وقائع ملتقى فعاليات التواصل والتكامل وتحديات الأسرة في تربية الأبناء وتعزيز القيم والهوية العمانية. محمد من جديد صباح الخير، وإليك الكلمة مباشرة. شكرا سيف. طبعا لازلنا هنا في شيراتون مسقط، والحديث عن هذا الملتقى الذي يعنى بالتواصل والتكامل. كان معنا طبعا في الفترة الماضية دكتور بدري، وتحدثنا عن الكثير من تفاصيل الملتقى، أهميته، أهم الأهداف باعتبارها عضو في الفريق العلمي. الآن نتعرف أيضا من خلال أكاديمية متخصصة في كلية التربية، مناهج التربية الإسلامية بالذات، من جامعة قابوس الدكتورة ميمونة بن درويش الزجالي. نتعرف من خلال محورين، المحور الأول كيف مع كل هذه التحديات أن تستطيع الأسرة أن تغرس هذه القيم في نفوس الأبناء، وأيضا نتحدث باعتبارها أم أيضا ما دور الأسرة للحفاظ على هذه القيم. إذا نرحب معكم بالدكتورة ميمونة بن درويش الزجالي. دكتورة صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتور، نتحدث بداية عن تحديات كثيرة في الملتقى، استمعنا ربما إلى بعض الأوراق التي طرحت من خلال الجلسة الافتتاحية، أيضا سعادة وكيل التنمية الاجتماعية ذكر أيضا كثير من الأبعاد الثقافية والاجتماعية، وأهمية أن يكون هناك تماسك أسري. حدثين بداية باعتبارك أكاديمية متخصصة في التربية، كيف نستطيع أن نحافظ على هذه القيم، أن نحافظ على هذه المنظومة القيمية في ظل هذه التحديات من خلال هذا العالم المفتوح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية من خلال ما سمعنا في حفل الافتتاح هذا الملتقى، حقيقة شعرنا بأن هناك حاجة ماسة إلى وجود مثل هذه الملتقيات الكثيرة، وأن تكون هذه بداية الملتقيات قادمة. ما سمعناه من مؤشرات صرح بها سعادة وكيل الوزارة دعت إلى، يعني جعلتنا نفكر مليا في كيفية ترتيب أوراقنا وعادتها، باعتبارنا كأولياء أمور مسؤولين عن أبناء في أعمار مختلفة. حقيقة موضوع القيم من المواضيع التي يؤكد عليها الدين الإسلامي قبل من أن تكون موضوع اجتماعي، مجرد أنها هي موضوع اجتماعي. الآن موضوع القيم صعب مع وجود التحديات الكثيرة للأسرة، وخاصة التكنولوجية من هذه التحديات. ممكن دكتور أن نثبته؟ ما هو كنت يعني سأقوله أن الأسرة لابد أن تتنبه. الآن نحن في ورقة الافتتاح لهذا اليوم ركزت المتحدث الرئيس على عدة جوانب، من ضمنها الحوار الأسري، التعليم، ولكنني أرى أن هناك جانب أهم من ذلك، وهو الحماية الأسرية. لابد أن نكون نحن كأولياء أمور لا نتعامل فقط من ناحية التكنولوجيا ونخاف على أولادنا من التكنولوجيا، ولكن نحن لابد أن نكون حماة لهذه الأسرة، الدرع الحصين لها، نشكل حصنا لهؤلاء الأبناء، ليس فقط بالمنع، أنا لا أقصد المنع، ولكن بالتعايش السلمي مع جميع الأحداث ومع التطورات التي تحدث كافة، وليس التكنولوجية فقط، فيما يتعلق بالأصدقاء، فيما يتعلق بوسائل الإعلام، فيما يتعلق بجميع ما هو يشكل خطر وتحدي لغرس القيم أو لتثبيتها لدى أبنائنا. فنحن لابد أن نسعى جاهدين تثبيت القيم، وهذه تبدأ منذ الولادة، منذ نعومة أطفال الأظافر أو أطفالنا، من بداية ولادتهم نغرس فيهم القيم، وهذه هي عادة المجتمع العماني، وهذه هي الأسرة العمانية الأصيلة، قائمة، مبدأ قائم. فنحن لا نركض نجري وراء التجارب الدولية في هذا الجانب، ولكن لابد أن نثبت عاداتنا وتقاليدنا، وكيف كانت أسرنا، ما هي أنماط السلوك لدى الأسرة العمانية، لدى أسلافنا وأجدادنا، حتى أنشأت جيل متمسكا بقيمها وعاداته وتقاليده ويشار إليه بالبنان. نحن نفتقد هذه الأنماط السلوكية، ولابد أن نسعى جاهدين كأسر وأولياء أمور، وأن نضع يدنا بيد مع العوامل الأخرى كالتربية والإعلام إلى آخره، إلى أن نكون درعا حصينا ونربي أبناءنا على كيفية التعايش السلمي مع هذه المستجدات، ويكون هدفنا هو الغرس الثابت للقيم. دكتورة كأم،
كمسؤول ايضا في الاسره، اسرتك البسيطه. ورساله ايضا ربما ايضا لامهاتنا، امهاتنا اللي كثير منها لله الحمد الان من معطيات النهضه المباركه التعليم. كثير يعني نتكلم عن 46 سنه، اذا قلنا متوسط الاسره من الام من 30 الى 40 سنه او 25 سنه فهي متعلمه. لكن الامهات اللي غرسوا هذه القيمه بدون اي تعليم، ما هي رسالتك للام؟ الرسالة التي ممكن أن ربما تكون من مخرجات ملتقى التواصل والتكامل، ماذا تقولين للأم للحفاظ على هذه المكونات الأساسية القيمية الحضارية السلوكية للأسرة؟ أنا مثل ما ذكرت وأؤكد أن التعليم جزء بسيط جدا من أن يكون الأب أو الأم قادرين على غرس القيم. القيم مبدأ إنساني، القيم عادات وسلوك أصيلة في مجتمعنا العماني. نحن نبحث عن أنماط سلوكية، نبحث إلى مجتمع، نبحث عن أفراد متشاركين مع بعضهم البعض. هنا تتكون القيم سلوك في البداية، هي تغرس وتثبت. إذن المستوى التعليمي أعتقد أنه هو ضروري، ولكن بالإمكان. أنا كولية أمر عندي أبناء وأعاني من هذا الجانب، ولكن أرى أن القدوة هي الأساس. كل ما كنا نحن قدوة أمام أبنائنا، وكل ما انفتحنا على الآخرين وتعرفنا على ما سوف يؤثر على أبنائنا وحسبنا له مبكرا واستعدينا له مبكرا، إذن سنكون قادرين على مواجهته بإذن الله. وهناك إبداعات، والمجتمع العماني ما يزال في أسر متماسكة، ومثل ما ذكرت الإحصائيات ورقة العمل الأساسية، هناك مبدعين عمانيين، وتطالعنا وسائل الإعلام كل يوم بجديد من إبداعات شبابنا، والحمد لله رب العالمين. عفوا. شكرا دكتورة ميمونة بن درويش الزجالية من كلية التربية مناهج التربية الإسلامية من جامعة طقابوس، حدثتنا كأكاديمية وكأم أيضا، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم. إذن سيف مشاهدين الكرام، هكذا كنا معكم من شيرة المسقط، وهذا النقل الحي والمباشر لهذا الملتقى الذي يتحدث عن التواصل والتكامل بين المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الأسرة والمؤسسات المجتمع، وبالتالي كل ذلك يصب أيضا في هذه الأسرة العمانية التي نتمنى أن يكون هناك وعي كامل بكل التحديات، ونتمنى دائما أن يكون هناك زراعة فكر أيضا، فكر تنموية قيمي أخلاق وطني لأبنائنا، وأن يكونوا أيضا سلاح فعال أيضا في بناء هذا الوطن المعطاء. مباشرة إليك سيف، ما تبقى من ربما آخر قطف لمزهرية قهوة صبا. شكرا لك يا محمد، شكرا أيضا على هذه التغطية المميزة الدائمة في برنامج قهوة الصباح. كنت معانا لتغطية فعاليات ملتقى التواصل والتكامل وتحديات الأسرة في تربية الأبناء وتعزيز القيم والهوية العمانية، فشكرا مجددا لك يا محمد. احنا ما زلنا أيضا مستمرين معاكم متواصلين، ومن محطة إلى أخرى، وهذه المرة مع فقرة قصة نجاح، وتحديدا مع ضيفتنا أحلام الرمضانية مصممة أزياء. رحب فيك يا أحلام، ونقول لك صباح الخير. صباح النور. أهلاً وسهلاً. أحلام، يمكن كل شخص يدخل في عالم الأزياء يكون عاشق للتصميم وأيضاً الموضة. في البداية خلينا نتحدث عن بداياتك في هذا المجال، هل مجرد موهبة أم أنت درستي هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت مشروعي الأول في عام 2009، والحمد لله كسبت عدد كبير من الزبائن ونلت على ثقتهم واستحسانهم، ولكني توقفت وفكرت أني لازم أصقل موهبة التصميم من مجرد هواية وعمل إلى دراسة أكاديمية أقدم فيها تصاميم مدروسة بقوانين العلم الحديث. والحمد لله تخرجت من الكلية العلمية للتصميم بشهادة البكالوريوس في تصميم الأزياء وبدرجة الامتياز، والحمد لله. ولم أستطع الانتظار كثيرا بعد التخرج، فبدأت مشروعي مجددا دريمز بوتيك. ممتاز. طيب أنت متخصصة في نوع معين من الأزياء أو لا؟ عندك أنواع معينة شغالة فيها؟ مجموعة من الأزياء بكافة أنواعها، من عبايات أو دراعات أو الأطقم وغيرها. جميل. نعم. وحتى الفساتين أيضا. نعم. طيب أحلام، يعني أكيد أنت من خلال تصاميمك دائما تهتمي بأدق التفاصيل، فسؤالي إيش اللي يميز المصممة العمانية الآن؟ نحن نلاحظ الكثير من المصممات العمانية دخلوا في مجال التصميم، سواء الأزياء العمانية أو حتى العبايات.
ما يميز المصممة العمانية أنها تحيا في بلد مميز. الله. عمان بلد مميز بحضارته وبثقافته وبإرثه التاريخي. صحيح. حتى مميز في طبيعته الجغرافية. كلها عوامل ساعدت في تعدد الأزياء العمانية عبر المناطق، مثل ما نلاحظ أن هناك أزياء المنطقة الشرقية وأزياء الظفارية، أزياء المنطقة الداخلية، مجموعة كبيرة من الأزياء. وهذا لم يأتي من فراغ في الحقيقة. هذا يدل على أو ينم عن الحس العماني المتذوق للجمال. والأعداد المتزايدة من المصممات العمانيات أيضا لم يأتي من فراغ. هذا نتاج للإرث التاريخي أو نتاج لحضارات قديمة غرست جذورها منذ عصور قديمة، منذ زمن مجان وسمهرم. بصراحة الأزياء العمانية وبكل فخر أبهرت منصات عروض الأزياء العالمية في أرقى عواصم الموضة، في ميلان وفي باريس وغيرها من المدن. وهذا إن دل على شيء يدل على إصرار المصممة العمانية. نعم، المصممة العمانية ذكرتي، ماذا عن أيضا أحلام وحضورها ووجودها أيضا وإضافتها للمسة والبصمة من خلال الأزياء العمانية التقليدية، لكن بعد ما نشوف أيضا هذه الأزياء مع المشاهد الكريم وتشرحين أيضا تفاصيل هذه الأزياء كلها. أحاول دائما دمج اللمسات التراثية أو التقليدية في التصاميم العصرية، حتى تستطيع المرأة العاملة أو الحياة، وتيرة الحياة السريعة أصبحت تتطلب الحياة بعض اللمسات البسيطة، ومع ذلك أقوم بإضافة لمسات تراثية لأن أزياءنا العمانية مميزة جدا. ممتاز. وأحب أن أضيف الطابع العماني دائما في من خلال تصاميمي. طيب نشاهد أيضا التصميم الآخر أو التصميم الثاني. أحلام، خلينا شوي نتكلم أيضا عن الأقمشة اللي دائما تستخدميها في تصاميمك. أحب أن أختار الأقمشة بناء على التصميم نفسه. نعم. بصراحة دراستي للتصميم هذبت اختياراتي. نعم. في البداية كان الاختيار مبني على الذوق، ذوقي الخاص فقط، ولكن دراسة التصميم هذبت اختياراتي ليس في الأقمشة فقط، مع دراستي للمنسوجات من المنسوجات والأقمشة وطبيعة كل قماش وخصائصه، ولكن أيضا هذبت اختياراتي للألوان. أصبحت أعي ما هي الألوان التي تناسب الفصل، مثل فصل صيف خريف أو فصل ربيع شتاء، وكذلك ما يناسب السيدة نفسها، ما يناسبها من ألوان أو الألوان الدارجة في ذلك الموسم وهكذا. هل تفضلين يعني هناك أقمشة معينة تحبي أنك تصممي عليها ولا لا؟ هو اختيار الأقمشة مبني على التصميم نفسه. نعم. نعم جميل. نعم جميل. طيب أنا أريد أسألك أيضا يا أحلام، كونك موجودة أيضا في هذا المحيط، كيف شايفة ذوق المرأة العمانية فيما يتعلق بهذه الأزياء؟ هل هي من النوع اللي تحب فعلا التكلف الموجود في هذه الأزياء بمختلف أشكالها وأنواعها، أو لا دائما تميل إلى موضوع البساطة في هذه الأزياء؟ المرأة العمانية، كثير من الناس يقولون بأن المرأة العمانية أصبحت متطلبة وصعبة الإرضاء، ولكن ما أراه أنا في الحقيقة أن المرأة العمانية أصبحت على درجة كبيرة من الوعي والنضج في اختياراتها. ممتاز. وكيف لا ونحن في شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تطرح أحدث الموضات وأحدث التصاميم، وأنا من رأيي أن هذا سهل الأمر لي، فأصبحت السيدة العمانية تعي اختياراتها وأستطيع مناقشتها في هذه الاختيارات. نعم. طيب إيش اللي يميز أحلام أيضا عن باقي المصممات؟ يعني نحن نلاحظ أحلام خصوصا الحين نحن مقبلين على شهر رمضان، ممكن الآن المصممات قاعدين يجهزوا لكوليكشن جديد لشهر رمضان، خصوصا إذا كان في نوع من العبايات أو حتى من الجلابيات والدراعات. أقوم بالتحضير حاليا لطرح مجموعة شهر رمضان المبارك ومجموعة عيد الفطر السعيد بإذن الله. نعم. نعم جميل جدا. لكن دائما نحن أيضا نسأل المصممات اللي دائما يكون حاضرات معنا في البرنامج عن الأفكار، من أين تستوحيها المصممة؟
الأفكار تستوحى من الطبيعة أو من التاريخ أو من الأزياء التقليدية أو حتى من خلال المتابعة والشغف بعالم الأزياء والخبرة، يساعد أيضا في استيحاء أفكار جديدة. جميل، نحن الآن أيضا راح نشاهد بعض من تصاميمك على شاشة البرنامج، وراح شوية نتكلم عن العباية. هل تفضلي العباية السوداء أو الملونة؟ أنت كمصممة. العباية التقليدية السوداء هي مناسبة جدا في المناسبات الليلية أو في السهرات. نعم. ولكن لا أمانع من ارتداء العباية الملونة. نعم. لأنها أدخلت إضافة في أو تجديد في الزي العماني أو الزي الدارج، ولا مانع في الحقيقة. فأنا لا أحب فكرة التزمت في هذا النوع في هذه الطريقة، وأحب جميع الألوان، ويظل اللون الأسود هو لون ملكي بالضبط. أيضا ومع أيضا الألوان الأخرى بالضبط. يعني نلاحظ. طيب الحين راح نشاهد أيضا تصميم آخر. هذه عباية ممكن نقول ولا عباية؟ نعم، للمناسبات. هي بخامة الأورغانزا. أورغانزا تصلح للمناسبات لوجود اللمعة على خامة الأورغانزا. طيب هل تعتمدي أيضا على القصات ولا أنها تكون عباية عادية يعني مناسبة لجميع الطلعات؟ بعض العبايات أضيف لها القصات وبعض الشك والكريستال، فلكل عباية لها مناسبة. أيوة. وتتم عملية التصميم والقصات وجميع هذه الإضافات بحسب المناسبة التي تنوي السيدة ارتداءها فيها. ممكن الحين الشك وأيضا التطريز بارز بقوة، وهذه موضة هذه السنة. نلاحظ مثلا مصممة الحين متوجهة لعالم التطريز، فنحن نعرف أول ما نشوف هذه العباية نعرف أن هذه من المصممة الفلانية. فهل أنت تفضلي الشك التطريز بالضبط أم التطريز وأيضا نضيفي عليه الشك؟ أحب أيضا أن أتماشى مع الموضة الدارجة. فمثلا إذا كانت الموضة الدارجة هي الشك والتطريز، أحب أن أتماشى مع هذه الموضة. وأحب أيضا هذا الشك والتطريز. جميل. ماذا عن حضور تصاميمك وأزيائك في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي؟ بصراحة شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت في متناول الجميع، وسهلت لي كثيرا في مجال الإعلان والإعلام والترويج. وبصراحة كسبت عدد كبير من الزبائن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. جميل. الحين أيضا راح نشاهد آخر تصميم. هذا هو تصميم أيضا نقول جلابية أو دراعة بسيطة. دخلتي عليها، إيش الخامات اللي ركزتي عليها بالضبط؟ هي تنورة وقميص. تنورة وقميص. أدخلت عليها مثل ما تلاحظي على الصدر توجد الشغل العماني التقليدي. نعم. مع أن الزي عصري. نعم. تنورة والقميص، ولكن أحب دائما أن أضيف اللمسة العمانية للأزياء حتى لو كانت أزياء عصرية. نعم. وحبيت أيضا دمجك بين الألوان، يعني يمكن التركواز وايضا مع البنفسجي، في الوان ايضا صارخه ممكن انك انت تضيفيها في تصاميمك. نعم ممكن. ممتاز. طيب اليوم انت موجوده معنا يا احلام في فقره قصه نجاح، والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان، من هو الذي يقف خلف نجاحاتك؟ بصراحه تلقيت الدعم والمسانده من الاسره، الوالدة الله يحفظها والأخوات. ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى ومساندة زوجي لي لما وصلت لما أنا عليه اليوم. أيضا تلقيت المساندة والدعم من صديقاتي ومن زميلات العمل أخواتي المصممات، التي لم يبخلن علي بصراحة بالتوجيه والنصح والإرشاد، مثل المصممة ريما ساجواني والمصممة أمل الريامي، المصممة ندى باشعيب والمصممة محفوظة السليمي. وعدد كبير بصراحة من المصممات التي قدمن لي النصح والإرشاد. نعم.
ونحن شاكرين لك تواجدك اليوم معنا. أحلام رمضانية، مصممة أزياء موفقة إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف الكوليكشن الجديد إن شاء الله. شكرا على الاستضافة. شكرا. إذا مشاهدينا الأحباء أيضا نحن متواصلين معكم، الآن رح ناخذ فاصل وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم لختام حلقة اليوم، كونوا معنا. تستعد هذه الغواصة لخوض غمار المحيط الأطلسي لتتيح لركابها تجربة فريدة، وهي مشاهدة حطام السفينة البريطانية الغارقة تايتانيك. من بين الركاب الذين سجلوا أسماءهم في الرحلة الأولى ريناتا روخس، وهي مواطنة أمريكية تعمل في مصرف في نيويورك، وكانت تحلم بهذه اللحظة منذ طفولتها. أمارس رياضة الغوص منذ أن كنت في 12 من عمري، كنت أريد في الواقع أن أكون أول من يعثر على الحطام، ولكن هناك من سبقني إلى ذلك، إلا أنني ما زلت أريد زيارة تايتانيك منذ ذلك الحين. ودفعت روخس أكثر من 100,000 دولار لحجز مكانها في الرحلة المقررة في العام المقبل، وهو مبلغ استنزف تقريبا جميع مدخراتها. هل هناك ثمن للحلم؟ لقد قدمت الكثير من التضحيات طوال الوقت، كما ادخرت الكثير من المال أيضا، لكنني لا أمتلك شقة أو سيارة، كل مدخراتي ستذهب نحو تحقيق حلمي، وهو الذهاب إلى تايتانيك. ولتحويل أحلام روخس وغيرها من الطواقين إلى رؤية حطام السفينة الأسطورية، تعتزم شركة أوشن جيت إكسبيديشنز تنظيم سلسلة من الرحلات لموقع الحطام الموجود على عمق أكثر من 2 ميل تحت الماء. وتوجد 5 غواصات فقط في العالم يمكنها الغوص لهذا العمق، 4 منها مملوكة لحكومات، والخامسة تشغلها أوشن جيت. وغرقت السفينة المنكوبة التي وصفت وقت انطلاقها بأنها السفينة التي لا تغرق، غرقت في المياه المتجمدة في شمال المحيط الأطلسي في 15 أبريل/نيسان عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي. ولقي نحو 1500 شخص حتفهم، ونجا ما يربو على 700 آخرين، حيث لم يكن بالسفينة قوارب إنقاذ كافية للجميع. أحمد السيد، رويترز. إذن مشاهدي الأحبة، وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي لهذا اليوم من برنامج قهوة الصباح. سعداء جدا بمتابعتكم الدائمة والطيبة لبرنامجنا. الملتقى يتجدد يوم غد، دمتم بخير، ودائما نتمنى لكم لحظات قدسية المذاق بتفاصيل جميلة ورائعة في هذا اليوم المبارك، فلكم منا كل التحية. إلى اللقاء. إذن مشاهدينا الأحبة، ملتقانا راح يتجدد غدا، فنقول لكم لونوا صباحاتكم دائما بطيف الحب والسعادة والأمل، ونتمنى لكم نهار سعيد وممتع. إلى اللقاء.